حلوة المحشي أولى بيكي، وده ده مع ست عادية ممكن تاخده وتخش تنام وتقول لك قهروني حرقوا قلبي موت. لا تعالى بقى أستاذ يا جميل اللي قلت لي حلة المحشي، أنا بعرف أعمل محشي وبعرف أشتغل لعيبة. أنا كابتن سماح حمزة 45 سنة، أول ست في مصر الوطن العربي اشتغلت وكيلة لاعبين رجال من 14 سنة. بدأت كأي ست عادية بتودي ولادها التمرين وجيب ولادها من التمرين، كان مقياسي إن أنا هشتغل في شيء محدش اشتغل فيه قبلي، أو اخترق مجال المكان ده أو المجال ده محدش اشتغل فيه قبلي. من هنا جات لي فكرة وكيلة لاعبين كرة القدم الرجال. جوزي قال لي طب يلا توكلي على الله قومي نامي ربنا يسهلك بإذن الله. وإخواتي طبعا قعدوا يضحكوا، يعني إخواتي في مجال، أخويا في مجال الكورة، كانت الفكرة مجنونة محدش آمن بيها وصدقني غير أمي الله يرحمها. أول اللعيبة اللي اشتغلت بيها بعت جبت لعيب من بره مصر من نيجيريا، دفعت فيه بقى دم قلبي، وأول ما جالي جالي واحد غير اللي في الفيديو، ابص للي في الفيديو اجيب هو قدامي حقيقي، ابص اجيب اللابتوب وابص، حتى جمعت جوزي وولادي اقول لهم ده هو. بص بقى انا بنعمل ايه بقى، لا المناخير مش هي، لا تقسيمه البشره سمراء. فانا حطيت فلوس في لعيب بعتوا لي الداتا بتاعته، جالي واحد تاني. اول ديل ديل حسن ديلو، وكانت اول صفقه لغزل المحله. واول ما قابلته واقنعته ان انا وكيله لاعبين ما كنتش اشتغلت، وان انا ممكن اشتغل لك واديك نادي قال لي تمام. هو كان صغير عنده 17 سنه، خدت وديته غزل المحله، نزلته للكابتن طارق محجوب وسبته معاه بالظبط 28 يوم من غير ما اتصل ولا اتصال، وده في الكوره صعب قوي. لقيت الكابتن بيكلمني بيقول لي احنا في القاهره وتعالي عشان هنوقع العقد بتاع حسن. اصعب حاجه في الدوري المصري عندك ايه؟ الافارقه. طب انا بقى هبقى استاذه فيها وهيبقى تخصصي الاول والاخير. ومن هنا بدا ده التحدي، لان مش اي حد يجيب افريقي واشتغل بيه في مصر. جالي الكورة فتح لي ان انا اقعد على ترابيزات في شغل مع ناس كان ابعد ما في خيالي ان انا ممكن اقول لهم السلام عليكم يردوا السلام. علاقتي مع اللاعب بدأت ان احنا صحاب، كل اعمار السنية دي ولادي، حتى لو تعاملت مع حد اكبر انا بتعامل بنفس الصيغة، انا كل ما هدي اللي قدامي محبة كل ما هيديني محبة وتقدير واحترام. انا بتحدى حاجتين، انا بتحدى مجال ذكوري وبتحدى مرض انا بقاتل فيه لوحدي. انا ممكن اكون نازله التمرين وانا قبلها بساعتين ثلاثه كنت تعبانه جدا وبعمل جلسه، وبنزل وفجاه بتحول انا تانية ظهري مثلا وتعبانه وخارجه، وتيجي تلاقيني هنا شخصيه تانية. اتكتب عني في غينيا ميدان باسمي لحد النهارده مكتوب فيه تستحقي ان تكوني سفيره لبلادك بحق.